منظمه البيت العربي اليوم يوم النكبه بشراكه مع مؤسس رواسي للفنون وكذلك مع الحمله العالميه للعوده الى فلسطين. هذه الذكرى نحييها عبر معرض للفنون التشكيليه بتزامن مع عروض الفنون التشكيليه في عدد من الاقطار العربيه. ذكرى النكبه نحييها اليوم من خلال الفنون التشكيليه ومن خلال تعبيرات لشباب من مدينه طنجه الذين ابوا الا ان يعبروا عن ارتباطهم بالقضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه وجود لا قضيه حدود. نشارك اليوم في المهرجان الخامس لفنون القدس او مهرجان الخامس للقدس للفنون من اجل التعبير عن ارتباطنا بالقضيه الفلسطينيه في منظمه البيت العربي وكذلك من خلال الحديث عن القضية الفلسطينية بين صفوف الأجيال المستقبل وأجيال الحاضر كما حكتها لنا أجيال الماضي في الماضي القريب. شاركت هذا المعرض إن شاء الله باللوحة ديالي بتقنية المسمار والخيط. هذه أول مرة تتاح لي فرصة أنني نخدم معرض يعني بموضوع واحد. سبق لي شاركت معارض قبل يعني كان مواضيع مختلفة ولكن هذه المرة الحمد لله كان يعني موضوع واحد اللي هو موضوع ديال فلسطين. وإذا لاحظتوا معايا هنايا كنستعمل التقنية ديال المسمار والخيط يعني كرسم. وحياة تمضي دون حياة، أفواه ترد، يا احتلال ارحل عن أرضي، أجابت الرصاصات بعنف، لا، فلسطين على جبهتك الغصن نما، فلسطين على جبهتك الغصن نما، ثم رمى بالحجر. فلسطين على جبهتك الغصن نما ثم رمى بالحجر. حب وفؤاد غيبه الجب وغريق ندى وغوتان.